متابعينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم، طيب الله اوقاتكم. اهلا بيكم في بث مباشر جديد من محافظه السويس، وتحديدا من ممشى بورتوفيل، المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي حضراتكم وبنقل لحضراتكم البث المباشر منه. ظل 13 عام مغلق، والنهارده منذ قليل، منذ حوالي ربع ساعه، الدكتور مصطفى مبور رئيس الوزراء افتتح الممشى بحضور اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وحضور كذلك اللواء العرب السروي واللواء احمد الهياتمي محافظين السويس السابقين. النهارده موجودين معاكم في مكان لذكريات مرتبط بحنين مع اهالي السويس. المكان هنا زي ما قلت لحضراتكم ظل 13 عام مغلق، ظل مغلق من يوليو 2011 في اعقاب ثوره 25 من يناير بسبب الاحداث اللي شهدتها محافظه السويس والتوترات والاشتباكات واعمال العنف واللي امتدت للاسف بعضها الى هذه المنطقه، فتم اغلاق ممشى بور توفيق امام حركه المواطنين كإجراءات تامين في هذا المكان. احنا موجودين دلوقتي معاكم في ممشى بور توفيق او في اخر لسان بور توفيق تحديدا، الموجود قصاد حضراتكم ده النمر بالغالي، ادي ده واحد موجود هنا وده واحد موجود الناحيه الثانيه، دول بيستقبلوا السفن او اول حاجه بيراها الناظرين وهما داخلين المجرى الملاحي للقناه، المجرى الملاحي للقناه من اتجاه الجنوب او مدخل الجنوب القناه في رحلتهم في قناه السويس. هنا ده يعتبر بدايه خليج السويس، السفينه دي حاليا عبرت القناه وفي طريقها لمغادره المجرى الملاحي في القناه. اللي جاي من بورسعيد بيجي من هذا الاتجاه ويخرج من هنا، وده الوقت الحالي اللي احنا فيه، ده وقت عبور قوافل الشمال، القوافل اللي هي جايه من شمال قناه السويس جايه من بورسعيد. وزي ما قلت لحضراتكم السفن التجاريه او السفن اللي بتعبر القناه بشكل عام سواء تجاريه او سفن غاز او حتى سفن ركاب او سفن الرحلات السياحيه الكبيره اللي بتعبر قناه السويس، اول حاجه بتستقبلها هو النمرين البنغاليين دول. هنا ده نصب تذكاري معمول تكريما لضحايا الجيش الهندي في الذكرى الخالده اللي كان توفى فيها 84 ضابط و 4844 ضابط وصف سقطوا خلال الدفاع عن فلسطين خلال الحرب اللي كانت في فتره من 1914 ل 1916 في الحرب العالميه الاولى. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في جزء من المعارك دي كان هنا في منطقه القناه، وشهد هذه الفتره شهدت معارك مختلفه، وسقط خلال هذه المعارك ضحايا من الجيش الهندي. ده النصب التذكاري الخاص بيهم زي ما شايفين كده حضراتكم مذكور عليه، تكريما للجيش الهندي وللذكرى الخالده ال 84 ل 84 ضابط و 4844 ضابط وصف جندي سقطوا في مصر وفي الصين في فتره من 1914 و 1916. ده النصب التذكاري الخاص بشهداء الهنود وضباط الهنود اللي استشهدوا في معارك الحرب العالميه الاولى اللي دارت في منطقه القناه. زي ما حضراتكم النمرين البنغاليين اول حاجه بتسجلهم، اول حاجه بيكونوا واجهه في المدخل الجنوبي قناه السويس، دول تم ترميمهم. هنتكلم مع حضراتكم عن مشروع الترميم بشكل اكثر تفصيلا، لكن ده حابين نعرض لحضراتكم الاول مكان هنا. طبعا تم تطويره بشكل كبير، ما كانش المكان ده على هذه الصوره او هذا الوضع في 2011، المكان اتغير واتطور بالكامل، وده كله تم في فتره زمنيه قصيره جدا خلال شهرين. بدات اعمال التطوير في 10 اغسطس الماضي، خلال شهرين تقريبا تم الانتهاء من اعمال التطوير بالكامل. امام حضراتكم اللوحه الخاصه ببيانات مشروع احياء تراث وتطوير ممشى بور توفيق. المشروع بدا تاريخ تحديدا اعمال التنفيذ اعمال التطوير في 21 اغسطس 2024. تم تنفيذ اعمال رفع كفاءه الممشى بالتنسيق مع قياده الجيش الاساسي الميداني وهيئه قناه السويس، تجديد النصب التذكاري وازاله التشوهات واعاده النصب التذكاري الى وضعه الاصلي، تركيب انترلوك وبلدرات واعمال تركيب انترلوك وبردولات لاعمال الموقع العام بمساحه اجمالي مساحه 2000 متر، وكذلك ازاله المخلفات والارصفه المتهالكه حول الموقع الاثري باجمالي 2500 متر، ودهان الاسوار والمباني وانشاء نظام كاميرات مراقبه طول الممشى بطول 1300 متر، كذلك تم تنفيذ وانشاء اثنين بوابات دخول للعربيات وافراد ملحقه بعد التدخين غرفه الامن 30
متر وانشاء سور معدني وشان محافظه السويس بطول 800 متر، وكذلك اعمال البيضه اسمنت ملون بلاطات نيو جيرسي وسكمان ناقص مده في المشروع استغرقت تقريبا حوالي 60 يوم. دي المشروع، ده شكل المشروع بعد تطويره، صور متاخده ليه، وده شكل الموقع العام مشروع النمر البلغاني. ده نفذ تذكاري هنتكلم عنه، اختيار موقع النصب التذكاري في 1922، وتم افتتاح هذا الموقع التذكاري اللي انت حضرتك شفتوه في 1926. النصب التذكاري من تصميم السير جون بيرنت، تم اختيار النمر البلغاني كرمز لدوله الهند لتستعيد ذكرى اكثر من 4000 جندي وعامل هندي ضحوا بارواحهم في مصر وفي الصين خلال الحرب العالميه الاولى. تم انشاء نصب تذكاري اخر ووضع فيه لوحه فنيه تحمل اسم الشهداء وتحمل اسم الضحايا الهنود، واقيمت في اجنحه المدخل لمقبره الحرب هليوبلس في اكتوبر 1980، وده حل محل النصب التذكاري الاصلي في بور توفيق. كان بزيارته رئيس الوزراء الهندي في يونيو 2023 بسبب وكان ده تعرض لاضرار خلال فتره الصراع المصري الاسرائيلي من 1967 1973. مكان هنا زي ما اتحرككم المجر الملاحي لقناه السويس هنا، يعني ان شاء الله من بدءا من اليوم او صباح غدا ان شاء الله هيبدا يستقبل المواطنين ان هم يرجعوا تاني يزوروا هذا المكان، يرجعوا تاني يستمتعوا بذكرياتهم في هذا المكان الرائع الجميل في مدينة السويس. المكان هنا زي ما قلت لحضراتكم ليه ذكريات جميلة جدا مع اهالي السويس، وعرفنا مع حضراتكم دلوقتي ان المكان ليه تاريخ مرتبط بالاحداث الحرب العالمية الاولى وسقوط ضحايا من الجيش الهندي اللي كانوا مشاركين في الحرب العالمية الاولى في فترة من 1914 1916. المكان ده قبل 13 سنة كان قبلة الاهالي وكان مزار الاهالي وكان مكان الاهالي بيقضوا فيه وقتهم خلال تواجدهم، وكان ده المتنفس الاساسي لاهالي السويس هنا، يقعدوا يشاهدوا السفن التجاريه بتعبر في قناه السويس، اضافه طبعا لانشطه الصيد. متابعينا الكرام، كنت معاكم بث مباشر.